مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي. هيدا حصة الرياضيات، أنا شمس معلمكم هيدا المادة. ومرة جديدة بدي أذكركم تكونوا مجهزين حالكم وجايبين دفتركم والقلم حتى تكتبوا الأشياء اللي رح نتعلمها سوا، وما تنسوا تكتبون بخط حلو ومرتب وواضح لأنه ممكن تنسوا بعض الأشياء وترجعوا لها بعد وقت حتى تشوفوها بطريقة واضحة. وأكيد بالبداية رح نستمع سوا لأغنية حلوة كتير كتير، خلينا إذا صرنا نعرفها منيح نغني معها ونتذكر كتير منيح عن شو عم تحكينا، وبعدين رح نبدأ بدرسنا لليوم. Remember the greater sign. Just think of the alligator. Just think of the alligator and its open mouth. Remember, always remember, the alligator eats the greater. The alligator eats the greater of the fish's number. Five is greater than three. The mouth of the alligator is open towards the greater. Six is greater than two. The greater. Nine is greater than four. The greater number, the greater. My alligator eats the greater. Greater number. Let us see the 20 now. 20's greater than 10. وهلا رح نبدا سوا بدرسنا لليوم. كمان مره رح نعمل تمرين جديد على اللوح، بس خليني اقول لكم عن شو رح نتحدث اليوم بحصتنا. اليوم رح نحكي عن مقارنه الارقام، يعني comparing numbers. خليني اكتبها على اللوح. Comparing numbers يعني مقارنة الأرقام، يعني إذا أنت عمرك 8 سنين وخيك عمره 10 سنين، مين عمره أكبر أكثر، 8 أو 10؟ 10 مزبوط، يعني خيك أكبر منك. كتير منيح. إذا أنت اشتريت قطع الحلوى ب10 ليرات وراحت رفيقتك اشترت قطع الحلوى ب20 ليرة، مين بيكون اشترى دفع أكتر مصاري؟ هي، لأنه 20 هي أكتر من 10. عم نعمل مقارنة للأرقام. We are comparing numbers. Comparing numbers. هون على اللوح بقلب كل قلب heart في عنا رقم، في عنا two hearts كل مرة يلي هن حد بعضهم، ورح نتطلع لنشوف اي هو الهارت، القلب يلي فيه الرقم الاكبر، the largest number، لحتى نلونه. شوفوا السؤال شو بيقول. color the heart، لون القلب with the largest number يلي فيه الرقم الاكبر. خلينا نبدا باول مثال. عنا 18 و 20. في عدة طرق لحتى نعرف أي هو الرقم الأكبر، بس أسهل طريقة هي إنه نطلع على الرقم يلي بفرجيني التنز. يعني هون عندي 1 10 مزبوط، وهون عندي 2 10. 2 هي أكبر من 1، يعني هيدا الرقم هو أكبر، فأنا رح لون القلب يلي فيه الرقم الأكبر. عرفنا كيف؟ 18 و 20، 20 فيها الرقم الأكبر لأنه 2 هي أكبر من ال 1. 1 10 2 10. ننتقل للمثال يلي بعده. 34 و 29. 34 and 29. كمان بدنا نحذر أي قلب فيه الرقم الأكبر حتى نلونه.
34 هي فيها 3 tens 29 فيها 2 tens 3 tens هي أكثر من 2 tens يعني 34 هي أكبر من 29 يعني لازم لون هيدا القلب كمان إذا كان عنا number line بتتذكروا مستقيم الأعداد فينا نتطلع ونشوف أي هو الرقم يلي لقدام بيكون أكبر ويلي لورا بيكون أصغر كمان هيدا طريقة لنقدر نعرف نعمل comparison أو compare numbers ثالث مثال فيها 16 و 18 أوه هيدا شوي صعب ليش؟ لأنه في عنا 110 هون و 110 هون يعني نفس الشيء ما رح أعرف من التنز أي رقم هو أكبر شو بعمل إذا كان في نفس number of tens؟ بتطلع على number of ones هون عندي 6 هون عندي 8 إذا نفس الرقم 1-1 ما بقى بتطلع على الرقم اللي بفرجيني التنز العشرات بتطلع على الرقم يلي بفرجيني الوانز 6 و 8 أي هي أكبر إذا أنا عم عد بقول 6 7 8 يعني ال 8 هي أكبر من ال 6 فأكيد هيدا الرقم 18 رح يكون أكبر من 16 فرح لون القلب يلي فيه number 18 اتفقنا؟ خلينا ننتقل للأمثلة اللي جاية 32 و 44 رح أطلع على number of tens 3 tens و 4 tens 4 tens هي أكتر فإذا هيدا الرقم 44 هو bigger أو larger than 32 بلون هيدا القلب 38 و 31 كمان مثل ما صار قبل عند 3 tens و 3 tens ما رح يساعدني الرقم يلي عم بفرجيني tens انه اعرف ايها اكبر كرمال هيك لانه نفس الرقم هون ما بتطلع عليه بتطلع على الرقم تبع الونز هون عندي 8 وهون عندي 1 اكيد ال 8 هي اكبر من ال 1 كرمال هيك 38 بيكون الرقم اكبر من 31 يعني رح لون الهارت يلي فيه نمبر 38 60 و 48 بتطلع على الرقم اللي فيه tens هون عندي 6 tens هون عندي 4 tens اكيد 6 tens هني اكتر من 4 tens كرمال هيك بلوين الهارت اللي فيه number 60 اوكي بنشوف هلأ الامثلة اللي جاية 54 71 5 tens و 7 tens اكيد 7 tens هي اكتر رح لون القلب يلي فيه 71 41 و 45 نفس الشيء عندي 4 tens و 4 tens قد بعضهم كرمال هيك ما بقى بتطلع على الرقم اللي بفرجيني التنز بتطلع على الرقم اللي عم بفرجيني الونز يعني 1 و 5 1 هي أصغر من 5 يعني 5 هي أكبر 45 هي أكبر من 41 بلون القلب يلي فيه 45 وآخر مثال 74 و 72 كيف بعرف أيها أكبر؟ 7 tens و 7 tens نفس الشيء يعني هيدا الرقم تبع التنز ما ساعدني أعرف أي هو أكبر ما بقى بتطلع عليهم بخبيهم بتطلع على الونز هون عندي 4 ones وهون عندي 2 ones 4 و 2 أيها أكبر؟ أكيد الـ 4 معناتها 74 is bigger than 72 فإذا لون الهارت يلي فيه number 74 هلأ صرتوا تعرفوا الطريقة يلي منقارن فيها الأرقام نعمل comparing we compare numbers comparing numbers يعني مقارنة الأرقام دايماً منتطلع أول شيء على الرقم اللي فيه tens إذا كانوا نفس الشيء منسكره منتطلع على النمبر اللي فيه ones هو الأكبر بيساعدني أعرف أي رقم هو أكبر اكتبوا هودة التمارين عندكم حطوا أنتوا أرقام تانية من عقلكم وتدربوا عليهم وشوفوا أي أرقام هي أكبر ولونوها وخليكم منتبهين ومستعدين للفقرة اللي جاية Sixteen is less than 45.
74 is greater than 70. 43 is equal to 43. 23 is less than 30. 30 is greater than 28. 28 is equal to 28. رح نتابع حصتنا مع تمرين جديد على اللوح. عم نحكي عن comparing numbers، يعني مقارنة الأعداد أو الأرقام. منشوف أي رقم هو أكبر أو أصغر. تحت نقول إنه هيدا الرقم هو أكبر من رقم تاني منقول greater than. greater than يعني أكبر من، أو larger than يعني أكبر من. حتى نقول إنه هو أصغر منقول less than يعني أقل من. تنقول إنه هو أصغر منقول هو أقل منه، أصغر منه less than. ومرات الأرقام بيكونوا متساويين قد بعضهم يعني equal to. equal to. فإذا الأرقام ممكن تكون رقم greater than يعني أكبر من رقم تاني، رقم ممكن يكون less than يعني أصغر من رقم تاني، ورقم ممكن يكون equal to يعني مساوي لرقم تاني. الأرقام اللي موجودين هون والأرقام اللي موجودين هون رح نتطلع سوا لنشوف إذا كان هيدا الرقم greater than هيداك، less than يلي موجود هون، أو equal to يلي موجود على هيدي الجهة. خلينا نعمل هيدا التمرين مع بعض. عندي 35 و 56. 35 و 56. كيف بعرف إذا هيدا greater أو less؟ دايما منتطلع على النمبر يلي بفرجيني tens. عندي هون 3 tens وهون عندي 5 tens. الفايف هي أكبر من 3، يعني هيدا الرقم يلي هون هو أكبر من يلي هون. يعني إذا منفكر فيها هيدا الرقم هو أصغر، يعني بدي إجي من هون بدي اختار وحدة من هون ثلاثة، بختار less than لأنه 35 is less than 56، هي أقل من 56. شفنا كيف؟ يعني إذا هيدا الرقم هو الأكبر وأنا بدي أحكي عن هيدا الرقم معناتها هيدا هو الأصغر، بقول less than 56. الرقم التالي هو 84 82. نطلع على النمبر يلي بفرجيني tens 8 و8، ما ساعدني لأنه مثل بعضهم 8 tens و 8 tens. هل فيني أكتب إنه 84 is equal to 82؟ أكيد لا، لأنه من بعد ما أطلع على tens إذا مثل بعضهم لازم أطلع على الones. إذا الones كانوا قد بعضهم ساعتها بكتب equal to، بس إذا الones كان في واحد أكبر من الثاني ما فيني أحط إنه هن متساويين. يعني هون إذا خبيت الـ 8 عندي 4، وهون إذا خبيت الـ 8 عندي 2. 4 و2 أكيد الـ 4 أكبر، يعني 84 هي أكبر من 82. كرمال هيك رح أوصل الـ 84 بـ greater than 82. شفنا كيف؟ 84 هي أكبر من 82. ننتقل للرقم يلي بعده 57 و 65. 57 عندي 5 tens و 65 عندي 6 tens. أكيد 65 هي أكبر لأنه هون number of tens هو أعلى. 65
is greater than 57 يعني 57 هي less than 65 أقل لأنه 65 الأكبر يعني 57 هي أقل بقى بوصلها بـ less than 65 72 و72 بتطلع على number of tens عندي 7 tens وهون عندي 7 tens بما أنه قد بعضهم بخبيهم وبتطلع على number of ones هون عندي 2 ones وهون عندي 2 ones كمان قد بعضهم يعني ولا واحد أكبر ولا واحد أصغر شو منسميهم؟ منقول equal to 72 is equal to 72 شفنا كيف؟ لأنه التنز مثل بعضهم والونز مثل بعضهم يعني الرقمين هن متساويين وقد بعضهم 23 و 68 عندي 2 tens هون عندي 6 tens أكيد 6 هي أكبر ولأنه 6 هي أكبر يعني 2 هي أصغر مشان هيك 23 is less than 68 54 و 54 نفس الشيء عندي 5 tens و 5 tens بخبي التنز لحتى أشوف الونز عندي 4 ones وكمان هون 4 ones يعني هول الرقمين هن قد بعضهم متساويين بقول 54 is equal to 54 واخر مثال 93 و90 عندي 9 tens و9 tens قد بعضهم بخبي ال9 وبتطلع على الونز هون عندي 3 ones وهون عندي 0 ones اكيد ال3 هي اكبر من ال0 يعني 93 هي greater than 90 وهيك بنكون حلينا هيدا التمرين مع بعض واشتغلناه وصرنا نعرف كيف لازم نفكر حتى نعرف اي رقم هو اكبر اي رقم هو اصغر واي واحد مساوي للرقم الثاني يعني which one is greater than which one is less than the other number which numbers are equal to each other يعني هن متساويين لبعضهم اكتبوا هيدي الأمثلة عندكم تدربوا عليها منيح وخليكن مستعدين لنشوف سوا شو في عنا بالفقرة اللي جاية وصلنا سوا لآخر فقرة بحصتنا لليوم هي فقرة الأشغال اليدوية ومع بعض رح نعمل فكرة كتير بسيطة وسهلة حتى نتذكر درسنا رح نتعلم أنا وياكم كيف بنرسم إيكات هرة أول شيء أنا اخترت كرتونة لونها أصفر أيالو كاردبورد أو أيالو بيبر لحتى أرسم عليها رح أرسم أول شيء الراس شوي على شكل بيضاوي حط له دينين عينتين وبعدين جسمها بهذا الشكل اجريا والذنب رسمت هيدي الهرة فإذا الراس أول شيء العيون والمنخار والتم مع الشوارب والدينين وبعدين جسمها بهيدا الشكل مثل اللمبة أو مثل الدمعة كبيرة إجرتين والذنب الذيل رح أرسم واحدة تانية صغيرة رح كررها هون الراس دينين عينتين تم وشوارب الجسم اجرتين الذيل صار عندي هرة كبيرة وهرة صغيرة انتو فيكن
إذا بدكم تقصون يعني لازم إذا بدنا فينا نقصون على الزيحة اللي نحن رسمناه، نطلب من حدا كبير يساعدنا لأنه ممكن إنه نأذي حالنا لما نستخدم المقص. رح أقصن أنا بسرعة، وهيدي الهرة الكبيرة هي أكبر greater than هيدي الهرة الصغيرة the small cat، وهي هيدا الصغيرة هي less هي smaller than the big cat، مثل ما تعلمنا اليوم بالأرقام حتى نتذكر الكلمات اللي تعلمناهم بحصتنا. انتبه كيف عم نقص على الخط مزبوط. هيدي the small cat، واكيد فيني قص كمان على the big cat. يلي هي larger او bigger greater، فينا نقول عدة كلمات than التانية. عم قص على الخط حتى يكون عندي الهرة مثل ما أنا رسمتها. وهلا آخر شي عم قص الذيل the tail يعني الذنب والإجرين. وهيك بيكون صار عندي two cats، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. على الكبيرة فيني اكتب رقم مثلا كم قلي انا عندي او كم طابة انا عندي او كم حجرة جمعت تنقول 38 is greater than 20 مثلا. منصير نلعب منكتب ارقام الاكبر على الهرة الكبيرة والأرقام الأصغر على الهرة الصغيرة، وهيك منصير نلعب ونحذر بعضنا أي رقم هو أصغر وأي أكبر، ومنعمل comparing للنمبرز comparison للنمبرز منقارن الأرقام. وهيك بتكون خلصت حصتنا لليوم مع هيدا الفكرة، جربوها عندكم وطبقوا يلي تعلمناه. وهلأ رح أترككم تستمعوا سوا لأغنية حلوة كتير، ومن بعدها بتكون خلصت الحصة لليوم. رح أرجع ألتقي فيكم بحصة جديدة. Bye. Subtracted from 5, how much is left? If 2 is subtracted from 5, how much is left? From 2, count till you reach 5. 3, 4, 5. We have counted 3 numbers, 3, 4, 5. We have counted 3 numbers, 3, 4, 5. Minus 2 equals 3. Taking one number away from another, this is called subtraction. Taking one number away from another, this is called subtraction.